الحوثية إرهاب وإجرام تمارسه فكرا وسلوكا، وإن سالمت فتقية إلى أن تتمكن، ثم تبطش بخصومها معتبرة ما تقوم به دينا صنعوه لأنفسهم ولخدمة هدف طائفي سلالي مرتبط بإيران. هي والله عند العقلاء عصابة إرهابية، هي والله عند المنصفين عصابة إرهابية، هي والله لو نطق الحجر والشجر في بلد الإيمان وفي كل مدننا وقرانا لقال أنها جماعة إرهابية ظالمة. كيف لا؟ كيف لا أيها الأحرار؟ وهم يبغونها عوجا، يبغونها عوجا في كل شيء. منذ أن عرفتهم هذه البلاد يفسدون في الأرض، يأكلون أموال الناس بالباطل، لا يحرمون ما حرم الله، ولا يدينون دين الحق. عقائدهم فاسدة ما عرفها هذا الشعب اليمني المؤمن. كل جرائم العالم مارستها الميليشيات الحوثية ضد المدنيين، واخترعت لنفسها جرائم لم يسمع بها، كتفجير المنازل ودور العبادة واختطاف النساء وأخذ الأطفال كرهائن والقتل بلا سبب والسجن لسنوات بلا تهمة ومصادرة الأملاك لصالح قياداتها ومطاردة السكان من منازلهم. ما ترفع عنه أبو جهل، أبو جهل فرعون هذه الأمة، ما ترفع عنه بجاهليته وشركه، هم وقعوا في شباكه وشركه. قالوا يا أبا جهل لنقتحم على محمد، لنقتحم دار محمد ونقتله. قال وتريدون أن يقول العرب؟ روع أبو جهل بنات محمد، روع أبو جهل بنات محمد. هذه العصابة أشقاهم في إب، اقتحم دار بنت العشاري ختام وقتلها ضربا أمام أبنائها في حادثة اقشعرت لها الأبدان وتفطرت لها الأكباد والقلوب. نعم أيها الأحرار، هذه هي العصابة الإرهابية، يكفيها والله عارا وشنارا حادثة إب في بنت العشاري. إرهاب الحوثي بمنطقة الحيمة خلال 3 أسابيع 11 قتيلا و31 جريحا و196 مختطفا و28 منزلا متضررا، ومدرستان حولوها إلى ثكنات للمسلحين، ومدرسة إلى سجن، واستبدال مدرسي المنطقة بمدرسين أتوا بهم من محافظة ذمار وإب، وآخر الجرائم اختطاف 13 طفلا كرهائن لا يعلم أهاليهم أين تخفيهم الميليشيات حتى اليوم.